النهارده هنتكلم عن عنق الزجاجه او بوتل نيك. اولا نعرف يعني ايه عنق زجاجه. عنق الزجاجه هو الحته الضيقه في الازاز عشان تقلل جري الماء عشان ما تقعش، لكن في حاله الاجهزه بتقلل الاداء. ايه بيسبب عنق الزجاجه؟ ده لما احد مكونات جهازك يبقى ما يقدرش يشتغل بسرعه كافيه فتقلل اداء باقي الاجزاء، لكن ده بيعتمد انت بتعمل ايه وبتشتغل ببرامج ايه، وكمان حسب القطع اللي انت مخسرها، عشان كده لازم توزن القطع اللي انت خسرتها. فيبقى مهما كان استخدامك ما تقلقش من حاجه. امثله البوتل نيك في شغل الاكس مثلا، لو الرام عندك قليله لازم البروسيسور يقلل سرعته عشان الرام تلحق تملى وتستخدم بياناتها. ممكن تفهم اكتر من الفيديو ده. مثال الجيمنج، البروسيسور هو اللي بيصدر الاوامر لكارت الشاشه عشان يرسم كذا او يعمل كذا. لو البروسيسور ضعيف مش هيدي الاوامر لكارت الشاشه انه يرسم، وده هيسبب عنق زجاجه. لعبه مثلا زي CS:GO مش محتاجه قوه من البروسيسور عالي، ممكن تلعبها ببروسيسور بنتيوم وكارت جامد يجيب فريمات حلوه من غير اي بوتل نيك. لكن في لعب تانيه زي باتل فيلد، دي عالم كبير وعمليات كتير لازم تتعالج، ولو البروسيسور عمل ضعيف هيحصل تعطيل للاداء. ملخص الامر ان عنق الزجاجه بيعتمد على انت بتلعب لعب ايه وبتشغل برامج ايه. عشان معظم الجيمرز التجميعات تبقى متوازنه من كل خطأ على الميزانيه، لكن شغل زي 3D والفيديو اديتنج بيحتاج رام اكتر وبروسيسورات اقوى وقوه كارت الشاشه اعلى وموازنه غير موازنه الجيمنج. عكس خالص شغل المكاتب معتمد على البروسيسور والرام ومش محتاج اي قوه من كارت الشاشه.